لسه مصمم ان الكرة في عرب افريقيا مختلفة تماما عن الكرة في عرب اسيا، والموضوع مختلف تماما. المقارنة دي هتكون مقارنة ظالمة جدا، بس لو جينا نتكلم عن ماتش مصر والاردن النهاردة فاحنا عايزين نعمل استثناء معلش، لان احنا غير اللي بيقدموه عرب افريقيا. عرب افريقيا عندهم رتم سريع وايقاع عالي، احنا الحمد لله رب العالمين عندنا ايقاع صلاحي في النينجا، وعندنا الوضع بسم الله ما شاء الله دمه خفيف وكوميدي جدا لما الماتشات بتكون مفترض ان هي ماتشات سهلة تعرف تكسبها. مع احترام المنتخب الاردني واللي قدمه المنتخب الاردني بقياده كابتن عدنان حمد، الا ان كل الترشيحات قبل الماتش كانت بتقول ان منتخب مصر هيكون في رحله سهله ورحله ترفيهيه. نسوا حضرتك ان احنا منتخب مصر ما عندناش حاجه اسمها سهله ولا عندنا حاجه اسمها ترفيه، وعندنا مشاكل كتير لما الماتشات بتكون احنا المفترض نعمل جيم هجومي ونكسب، بنلاقي صعوبات كبيره جدا. فنقعد نبص كده على كارلوس كروش هيعمل النهارده، تقعد تلاقيه برده مساوي يبدا بمروان حمدي فيرود، مروان حمدي فيرود ومصطفى فتحي على طرف، والطرف الثاني عليه احمد سيد زيزو. طب حسين فيصل بيلعب ايه؟ او حسين فيصل مفترض ان هو بيلعب طرف يمين، طب مصطفى فتحي بيلعب ايه؟ مصطفى فتحي بيلعب لعيب نص ملعب ناحيه اليمين. شكلك تعرف بيب جوارديولا ولا شكلك تعرف بيب؟ ما الحاجات دي ما بيعملهاش غير بيب، وبنقعد نركز مع الفرقه نشوف الدنيا رايحه فين، وفي الاخر بنحاول نفهم. انما احنا كمنتخب مصر بقى الحمد لله رب العالمين، تقعد تبص كده وحسين فيصل بيعمل ايه يا جدعان؟ طب احمد سيد زيزو بيعمل ايه؟ طب 40 دقيقه منتخب مصر قاعدين ندور على الفرقه بسم الله ما شاء الله كده ما لهاش ملكه، اللي هو يا معلم في ايه؟ طب عندك خط دفاع متوازن؟ لا والله، احمد ياسين والونش بيترقصوا بالريحه، اللي هو اي حد معدي كده بيعدي منهم. طب الاطراف؟ لا الاطراف ما بيعرفوش يدافعوا، اذا كان عمر كمال اللي هو هاو اساسا وبيلعب طرف عشان خاطر غياب اكرم توفيق للانذارات، اكرم توفيق اللي هو لعيب نص ملعب اساسا اللي بيلعب طرف عشان خاطر ما عندناش لعيب في مصر بيلعب طرف يمين. مأساة والله. والناحية التانية يعني مفترض ان احمد فتوح باك شمال 10 على 10 هجوميا، انما باك شمال دفاعيا ضايع، فانت بسم الله ما شاء الله عندك خط دفاع الاربعة ما بيعرفوش يدافعوا، مفترض ان الونش يشيلهم النهارده، الونش كان النهارده في حالة الهوبا لالا، وراهم محمد الشناوي. حدث ولا حرج عزيزي. محمد الشناوي هو الوحيد في الفرقه دي اللي تقعد حارس في بطنك بطيخه سيف ان احنا معانا حارس محترم بصراحه ربنا. يعني الشناوي لولا تالق محمد الشناوي بعد الهدف اللي سجله لاعب المنتخب الاردني يزن عبد الله اياد، الراجل شاط صاروخ حرفيا، ده مش شوطه، هو راجل شوطه صعبه جدا، غير ان هو برده جاي من ناحيه اليمين، ناحيه اليمين اللي مفترض ان مصطفى فتحي وحسين فيصل بيدافعوا على عمر كمال، يعني حاطط ثلاثه ما بيعرفوش يدافعوا في حته واحده، اللي هو عاش جدا والله على الابداع، الراجل راح وشاط وسجل. يعني مفترض ان يزن سجل في الدقيقه 12، يلا يا جماعه فين رد الفعل بقى بتاع منتخب مصر للفريق الكبير اللي مفترض ان هو مرشح على الورق ان هو يكسب؟ لا والله ما عندناش رد فعل والكلام ده، ده المنتخب الاردني هو اللي عمال يدي قذايف، واي لعيب بيعدي خط النص بيشوط وبيزحلق قدام احمد ياسين وبيزحلق الونش، وبنلاقي ان في ضحك كتير. بس الشناوي طلع واحده النهارده بصراحه ما تطلعش، بصراحه محتاجه 100,000 شابوه عليها يا شناوي، عاش جدا، عشان احنا لو كنا لبسنا الهدف الثاني ما كناش هنرجع لو قعدنا نلعب للصبح. عكس مجرى اللقاء والمنتخب الاردني مسيطر، والمنتخب الاردني بيحاول ان هو يسجل ومضيع كره خبطت في العارضه من فوق وفي العارضه من تحت علشان تقول لك خلي عندك دم واطلع هاجم بقى، نلاقي المنتخب المصري قدر ان هو يسجل عن طريق مين؟ حبيب كابتن رضا عبد العال، مروان حمدي. بص، هو مروان كان متابعها، كان عنده امل ان حسين فيصل هيلعبها، بس حسين ما لعبهاش فجت لمروان، مروان حطها في الجول. واحد واحد اهو، عكس مجرى اللقاء تماما. نخش بقى بين شوطين هننزل بقى نلعب كره هجوميه وهنكسر الدنيا، وطبيعي ان المنتخب الاردني يتهز لان هو كان عامل جيم كويس والكره قلبت عليه في الاخر، ومنتخب مصر عمل تعادل لا يستحقه، فمفترض ان احنا نخش بقى شوط دايسين بقى. لا ما دايسين على مين؟ ما احنا عندنا مشاكل كتير اساسا، اللعيبه بتاعتنا ما بتعديش واحد على واحد، اللعيبه بتاعتنا الشوط بالنسبه لها حرام، والكلام ده اساسا شغل تكفيري والحادي ما لهمش دعوه بيه، هم اهم حاجه بالنسبه لنا نستلم من هنا ونودي هنا، نستلم من هنا ونودي هنا. وكابتن ماجد او الشهير باحمد سيد زيزو، كابتن ماجد اللي كل فاول عايز يشوطه، وتوني كروز وديفيد بيكهام وروبرتو كارلوس بينقحوا عليه في اي كره ثابته، وكمان في كور ثابته من نص الملعب بيبقى عايز يشوطه، اللي هو ما تعرفش يا ابني انت الثقه دي، يعني مستر برونو احنا جايبينك ضربات جزاء اساسا، احنا مش جايبينك شوط اي كوره حبيبي، نركز بقى ونركب العقل عشان خاطر خلاص الموضوع بالنسبه لنا بقى على اخره. طب هنغير بقى، نخلي عندنا دم عم كروش، بدات غلط وحالتك من لبس نيله والكره رجعتك تاني الماتش، نطلع بقى مروان وننزل محمد شريف. ما مروان لسه جايب جول ما ينفعش اطلعه. طب تطلع حسين فيصل، المهم محمد شريف لازم يكون موجود دلوقتي، ولو الواد قفشه سليم معاك نزله، ولو احمد رفعت سليم نزله، لان الواد يستحق يلعب اساسا. يعني احمد رفعت عمل لك ماتش حلو اخر ماتش في الدور الاول، عمل لك لا اخر ماتش الماتش الثاني اسف في الدور الاول اللي هو احمد ماتش السودان اللي احمد رفعت سجل لك فيه هدف علامه، رفعت من وقتها ما خدش، طب نزل رفعت يا معلم.
استنى بقى شويه، طب نستنى شويه لحد امتى؟ يعني المنتخب الاردني سايب لك الكوره وبسم الله ما شاء الله الونش عمال يلوش، والكوره الوحيده اللي المنتخب الاردني راح قطع كان ممكن يسجل فيها، اللي هو انت ممكن تلبس جون في اي لحظه حضرتك، عشان خاطر فعلا كارلوس كروش يقرر ان هو محتاج يتدخل ونزل محمد شريف في الدقيقة 57، وبعد كده تلاقي ان هو نزل قفشه في الدقيقة 72 ومهند لاشين مكان حمدي فتحي اللي اتصاب او بيلعب على اصابه، علشان نلاقي منتخب مصر برده ملوش شكل هجومي. بس الناحية التانية كان المنتخب الاردني بدا ان هو قدراته البدنية تضعف شوية، لان برده زي ما اتكلمنا اللاعب الاسيوي عنده مشكلة في موضوع اللياقة البدنية دي، بس مفترض يعني ان اللعيب بتاع عرب افريقيا عنده قوة في نقطة اللياقة البدنية، بس احنا بقى مصر احنا قاعدين ان بدوين كده، لا احنا عارفين احنا تبع دول ولا تبع دول، ولا بنقدم كورة شبه دول ولا بنقدم كورة شبه دول، احنا بنقدم عك وكروي حرفيا. عشان تقعد تبص كده يا جماعة مش ده الماتش اللي كان سهل؟ راح الاكسترا تايم ازاي؟ وبعد في الدقيقة 80 حاطط ايدي على قلبي عشان ما البسش جون، ايه يا جماعة في ايه؟ احنا جايين ناخد فلوس البطولة دي وجايين بنشارك عشان خاطر الاتحاد المصري عايز اي سبوبة يطلع بيها من موضوع البطولة العربية، مش جايين ناخد بطولة بس ما ينفعش اطلع قدام الأردن، اخلي عندي دم واطلع قدام تونس ما عنديش أي مشكلة. برغم ان المنتخب التونسي بيعك زينا بس هم عندهم جودة أعلى مننا بكتير، نطلع من المنتخب التونسي يا جماعة عشان نقعد كلنا نبص كده. وصلنا الاكسترا تايم، اكسترا خلاص يا معلم اللعيبة بتاع المنتخب خلاص حرفيا جايبين جاز، حتى الحارس يزيد ابو ليلى بيقول لك الراجل ما كانش قادر وعايز يغير، بس قالوا له ما ينفع كمل يا عم يزيد كمل يا ابو الابطال، عشان منتخب مصر اخيرا ربنا يفرجها ونجيب جون عن طريق محمد شريف اللي بيعدي واحده وبيخش جوه يلعبها لاحمد رفعت، ورفعت بيسجل الهدف الثاني. وخلاص بقى يا معلم نهدى بقى على كده ونبص لعمر كمال اللي ماسك رجله وهيموت ويغير عشان خاطر عمر كمال ما بيعرفش يدافع، وانت قررت انك تثبت عمر كمال الشوط الثاني علشان الناحيه دي كان عليها مشاكل كتير، تمام بتعرف تقرا ماتشات 10 على 10 وتغييراتك موفقه، بس عندك فضيحه في موضوع البدايه دي، موضوع البدايه ده انت ما تعرفش تبدا، كارلوس كروش ما بيعرفش يبدا، كارلوس كروش التغيير بتاع مصطفى فتحي غريب جدا، يعني في عز احمد سيد زيزو ممسك الدور بتاع كابتن ماجد انت بتطلع مصطفى فتحي وتسيب احمد سيد زيزو، دونت ميكس حاجات كتيره جدا بتحصل معاك في الفرقه، انت قسما بالله ما فاهم ايه اللي بيحصل، والله ما انت مش فاهم اي حاجه حرفيا، اللي هو يا معلم في ميكس كده عامله الراجل ده عبقري جدا، انا الراجل بيعمل هبدات ولا عم رضا وبيعمل حاجات بغباء كده تبان ان هي منزل كبار في نفسه، اللي هو عامل لك ميكس غريب جدا جوه الملعب، والفرقه مع الضغط مع وجود الجماهير بسم الله ما شاء الله، حتى كابتن الفرقه بتاعتك اكتر واحد في الملعب عمل ميس باص، حتى الكره الوحيده اللي فكر يلعبها لقدام عمل اسيست عالمي، بس زيزو قال له لا انا بتاع ضربات جزاء بس نقفل على كده، لا انا ننزل بقى مروان داوود، ومروان داوود ربنا يكرمه ويجيب جول ويقعد يعيط عاش مارو عاش والله على الانتماء والولاء ده يا معلم. تعبتونا يا ولاد اللذين، الوان اللي كنت بقول ما فيش ماتش منتخب تونس يلعبه سهل. شوف ايه بيقول ايه، والله حد في الناس بتطوب وانتوا بيتكم من ازاز، يعني اما واحد مصري بيقول منتخب التونسي ما بيكسبش ماتشات سهله، جت روح اتفرج النهارده على ماتش الاردن. الوان اللي كنت بقولها هنكسب الاردن كتير، بس اكتشفت حاجه برضو ان احنا الريتم بتاعنا ريتم مات على ابوه، اللي هو المنتخب المصري على راي كابتن حفيظ الدراجي عنده مشكله في الطلوع بالكوره وعنده مشكله في ان هو يرجع يدافع، طب احنا بنعمل ايه في الملعب صح؟ في نور الله، احنا ماشيين في نور الله، واهم حاجه تكون ماشي في نور الله وسايب لها كده وعارف ان هي ماشيه على الله، احنا على الله بنرميها حرفيا. لا خط دفاع نافع ولا خط نص نافع ولا خط هجوم عنده حلول، الحمد لله رب العالمين، احنا واصلين دول الاربعه بالنوايا، والله بالنوايا، اول مجموعه حسن سلو سلوك والنهارده بنكسب بالنوايا، الحمد لله رب العالمين، عدت على خير والله وما قررناش نخش في درس الضحك ونكسب المنتخب الاردني، الحمد لله عدت على خير والحمد لله جبرت وعدت النهارده. انا عجبك الفيديو بعد كل الكلام السلبي اللي انت ممكن تعتبره سلبي ده، بس هذا انا شفته والله يا اسطى، معلش ده وجهه نظر انا مش وجهه نظر حضرتك انت. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش عادي اعتبرنا عم رضا عبد العال وطلع اهبل وطلع اقول كروش مش عارف مين ومروان جت على اخوك يعني.